جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جمهورية مصر العربية الدقهلية المستمعة جيهان عبد الحميد بعثت تسأل وتقول: منذ وفاة والدي أقوم بقراءة جزء من القرآن الكريم يوميا وبعض السور المتفرقة، وأهب ثواب ذلك لوالدي ولأموات المسلمين، فهل هذا يغنيني عن قراءة القرآن لنفسي؟ وهل يكفي أن أقرأ السور اليومية أو الأسبوعية مثل تبارك وسورة الكهف والدخان؟ جزاكم الله خيرا. ثواب قراءة القرآن يرجع للقارئ، وأما إهداؤه إلى الميت فهذا لا دليل عليه. لم يكن هناك دليل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إهداء ثواب القراءة إلى الأموات، ولا في إهداء قراءة سور مخصوصة من القرآن للأموات. على القارئ أن يقرأ القرآن لنفسه ويحتسب الثواب له، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فثواب القراءة راجع للقارئ مع النية الصالحة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الميت فالمشروع له الدعاء والاستغفار والصدقة عنه والحج أو العمرة عنه وقضاء ديونه إذا كان عليه ديون حقوق للناس. هذا هو الذي ينفع الميت، لأنه صحت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.